شركة تبارك بدأت العمل في نيو جيزة في 1/4/2017. أول مشروع عبارة عن البنية التحتية للمجاورة الثالثة. الأعمال البنية التحتية دي عبارة عن شبكات الصرف الصحي والمية والري والتوصيلات المنزلية الخاصة بها وكافة الغرف الخاصة بهذه الشبكات. حالياً باقي أعمال التشطيب لبعض الغرف دي تتماشى مع أعمال الطرق عشان ما يحصلش فيه أي تلف لأي شبكات أو أي أعمال قائمة. المشروع يعتبر من أول المشاريع اللي استخدمت تقنية البيم. البيم دي اختصار للبيلدينج انفورميشن موديلينج، ودي تقنية يعني بتستخدم إن احنا بنحط الشبكات كلها على بعض في البرنامج عشان نتلافى أي كلاشات أو أي تعارضات وأي مشاكل مستقبلية بخصوص هذه الشبكات. والتبرك في نيو جيزة أربع مشاريع رئيسية. أول مشروع اللي هو احنا دخلنا بيه هنا في نيو جيزة اللي هو مشروع البنية التحتية للمجاورة الثالثة. تاني مشروع كان أعمال المحطات بامب ستيشن 5 وبامب ستيشن 6، ودي اللي بتخدم شبكة الصرف الصحي بالمجاورة الثالثة بيه، خلصانة بنسبة 99%. نفس المشروع بيشمل أعمال محطة أندرية وخط الطرد الخاص بيها ومحطة بي اس 3، ودي لسه هنبتديها إن شاء الله قريب جدا. ثالث مشروع اللي هو أعمال الخطوط الرئيسية للخطوط المغذية لشبكات الري والمية والصرف الصحي وخطوط الطرد الخاصة بالصرف الصحي. أحدث مشروع معانا في نيو جيزة هو أعمال البنية التحتية للمجاورة السابعة، وده احنا شغالين بشكل كويس جدا الحمد لله، وإن شاء الله في تقدم مستمر بإذن الله رب العالمين.